قروض السعوديه اللي بيتم مبادلتها بالارض المصريه. فالسيد من الكويت معايا، فالسيد ايه رايك في ان السيسي مش عارف يدي للسعوديه القروض بتاعتها فهيديها لها ارض وشويه شركات كده على ما اسم؟ السلام عليكم يا استاذ احمد، السلام ورحمه الله. اتفضل. وحشتنا والله، بقى لنا مده ما اتصلناش بحضرتك. تنور، اهلا بيك. الله يبارك فيها حضرتك. هي القروض دي بقت دين علينا احنا، على الشعب المصري. معاك معايا صحيح. حضرتك؟ يعني دلوقتي هي على ولادي وولاد ولادي. لا، ما هو دلوقتي هياخد في 10 مليار اهو، ولا 10 مليار و4 من 10، السعوديه هتنزلهم من الديون وياخدوا بيهم ارض وشويه شركات. ايه رايك في الكلام ده؟ موافق؟ يبيع ما البلد يا فندم، البلد مش بلدنا، البلد لا، بلد. البلد بلدنا يا فندم، البلد المفروض انها بلدنا. في الواقع المفروض احنا بنتكلم في الواقع دلوقتي يا فندم، البلد مش بلدنا. البلد مش بلدنا يا فندم. تعال شوف مشكلتنا في الكويت يا فندم. يعني الناس، روح شوف يا فندم قدام السفاره، لسه الفيز مقفوله والناس بطوابير. الفيزا النهارده بتكلف 300,000 و400,000. الناس عايزه تسافر، بتتسلف وتتداين وتبيع نفسها عشان تسافر. سايبين البلد. انا نفسي ارجع بلدي، انا عايز ارجع بلدي، عايز اشوف عيالي، عايز اعيش وسط عيالي. اعيش وسطهم ازاي؟ اوكلهم ازاي يا ريس؟ اوكلهم منين؟ ان ما كنتش متغرب ومش هشوف ولادي، لازم ادفع الضريبه دي عشان اقدر ادفع الكهرباء وادفع الميه وادفع ديون الارض اللي بتتباع. هي دي مشكلتي، مشكلتي وكل متغرب. شكرا ليك، بشكرك يا استاذ سيد. تحياتي لحضرتك. محمد معايا من الجزائر. استاذ محمد معانا؟ طب مش عارف، مش معانا. طب يبدو الاستاذ محمد من الجزائر مش معانا. معانا استاذ محمد بس من مصر بقى. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد. السعوديه هتشيل من عليك ديون وتبيع لها ارض وشركات، موافق؟ والله يا استاذ احمد انا عندي حل يريح الدنيا كلها. يا ترى ايه الحل؟ نعيشها كلها قبائل وخلاص، اتحادات بقى. بس وخلاص. طب ما القبائل العربيه، يعني مجموعه من القبائل العربيه عملت بيان قالت لك العرجاني ده لا يمثلنا ولا يشرفنا ولا يعني شايفينه اصلا. لا، كلها تبقى قبائل وخلاص يا استاذ احمد ونخلص من الليله دي. طيب شكرا يا استاذ محمد، بشكرك. استاذه فاطمه معايا؟ ايوه. ازيك يا ابو عبد الله، اخبار حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذه فاطمه. ايه رايك السعوديه هتشيل من علينا اكتر من 10 مليار دولار وتاخد حته ارض وشويه شركات كده، موافقه؟ المشكلة ان الشعب المصري ما لوش اي راي. الراي 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 لا، انا باخد رايك اهو يا استاذ فاطمه. ده بلطج يا حضرتك يا استاذ احمد. الواحد خلاص احنا مش عارفين نتكلم، هنتكلم نقول ايه؟ احنا خلاص تعبنا، تعبنا بجد. يعني زي النور اللي بيقطع ده حضرتك كل يوم ساعتين، وبعد كده يقطعوه يجيبوه بعد 5 دقائق ويقطعوه تاني. حرقوا عند الثلاجه، حرقوا حاجات كتير عندنا. ده جاز العربيه، ده غيرت مين؟ ده حرام، كل اللي بيحصل ده حرام. احنا تعبنا خلاص السلاح، تعبنا بجد. وده ان شاء الله حزم، لكن في انتهاء منه ربنا ان شاء الله. ربنا ياخده، ربنا ياخد الحاج لاي مفترجه يا رب. ونعم بالله. اشكرك يا استاذ فاطمه. الناس تعبت بس هو ما تعبش. يعني غريب، انتوا تعبتوا بس هو ما تعبش. والمشكله ان هيطلع اعلامي كمان شويه يقول لك ايه؟ ديون مصر نزلت 10 مليار مره واحده وحكمه السيد الزعيم. يا باشا ما هو بايع ارض وبايع شركات وبايع مدارس وبايع يعني الامن القومي المصري، انت مش واخد بالك؟ مش مهم، المهم ان السيد الزعيم قدر ينزل 10 مليار فاصل 4 من 10 مره واحده. طب ما الديون كانت عليه ما لناش فيه، بس هو نزلهم مره واحده، قدر يخلص منهم مره واحده. والارض دي مش مهم، لانك عندك عساكر مش زي العساكر اللي كانت قبل كده. قيادات الجيش المصري عمرها ما فرطت في ارضه بالشكل ده. قيادات الجيش المصري عمرها ما كان سهل عليها تبيع ارض البلد. انما دول ما تفهمش دول مين ولا بيمثلوا مين. تفهمش القيادات اللي على راس الجيش المصري دي عقيدتهم ايه؟ شايفين الوطن ايه؟ يا ترى شايفين الوطن عزبه يبيعوا ارضه ويرهنوها علشان يدخلوا شويه فلوس في كروشهم؟ ولا شايفينه لعبه
وحاجه نلعب بيها ويعني نأجر ونبيع زي ما احنا عايزين. عموما ايا كانت الرؤيه اللي شايفين بيها ارض مصر فهي رؤيه شاذه لا ليها علاقه بمصر ولا بالعسكريه المصريه. محمود من مصر معايا، اهلا بيك استاذ محمود. معايا ابو محمود يا فندم. ابو محمود اتفضل يا فندم، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا رب يديك الصحه. اهلا، ايه رايك في ان ندي ارض للسعوديه وندي لها شركات مقابل ان هم يشيلوا الديون اللي علينا؟ ايوه يا فندم، ما هم 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 ليهم فلوس عندنا كويس. فبالتالي هقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد، يعني احنا بنطلع من 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 حزن ندخل في مصيبه كويس. يعني حضرتك احنا انا عن نفسي هنا في اسماعيليه كويس، من نادي الصراع ما تعرفش تدخله يا فندم دلوقتي. نادي الصراع ما تعرفش تدخله حضرتك دلوقتي لان خلاص يا فندم مش بتاعنا. طيب انا بذكر حضرتك يا استاذ احمد، معلش انا كنت عند ابني، كنت عند ابني، انت عارف اقصى احلامه لما رحت له زياره عايز ايه يا استاذ احمد؟ ايوه. تتخيل حضرتك؟ بقول له يا بابا طلعني اسيب مصر واغور في داهيه يا بابا، بس طلعني. يا استاذ احمد انا ليا راي بعد اذن حضرتك. ناخد من منصه حضرتك ككتله الناس تتوحد على راي يا جماعه، كفايه كده حرام، من كهرباء لغلو اسعار لمصايب سودا ولسه اللي جاي العن. عايزين نتوحد يا جماعه، حرام عليكم، مصر بتضيع مننا ومش عندنا لنا ساكتين. انا ابني ضاع مني يا استاذ احمد بسببهم وهنفضل ساكتين. انا عن نفسي يا استاذ احمد وبقولها على الهوا، والله ما هسيب حق ابني قسما بالله. ربنا يعينك ابو محمود ويرد ابنك ويرد الكل غايب اهله ان شاء الله، ويا رب ما يبقاش في ظلم في مصر، العدل هيريح الناس كلها. بشكرك جدا ابو عادل معايا، اهلا يا ابو عادل. فقدنا الاتصال مع ابو عادل كما هو واضح. نروح للمغرب، وحميد من المغرب معانا، خلينا نسمع رايه. اهلا بيك. اهلا اهلا اخويا احمد. اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون بخير، اتفضل يا حميد. كل شيء بخير الحمد لله يا اخي احمد. الموضوع الذي تناقشه يا اخي احمد هو في رئاسة المرحوم مرسي الله يرحمه، كانت مصر عتوقف بصلابة وبقوة وبعزيمة، لكن مخطط الصهاينة رأوا أن هذا مصر لما يمشوها رجالة ويمشوها عقلاء سوف تشكل خطر على الصهاينة. فالمخطط الصهيوني هو الانقلاب عليه رحمة الله عليه وعلى الأشراف مصر، صحفيين وسياسيين وعقلاء وأساتذة وعلماء، هم المصريين الرجالة عملوا عليهم انقلابات يا أخي أحمد. يا بشكرك يا حميد، بس انا عايز اقول لك يعني انا متفق مع كلامك ان مصر دورها كبير وقدرها انها تبقى كبيره. ففي ناس في العالم وفي ناس في المنطقه مش عايزين مصر تبقى كبيره تاني، فيعملوا ايه؟ يقزموها، يجيبوا لها قزم مختل هو اللي يتحكم فيها. لان لو حكم مصر واحد من ولادها المخلصين ايا كان اتجاهه، بس في ديمقراطيه حقيقيه وتبادل سلمي للسلطه بشكل طبيعي، تلاقي مصر في حته مهمه ومؤثره كما كانت. انما يحطوا على راسها بتاع ده يقول لك خدتها شبه دوله وقالوا لي خد دي، كلام الهزيل اللي بيصدر من نفوس هزيله وشحيحه زي ده.